أصدقائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل المتابعين أينما كنتم. طبعا الحال كالعادة تأخرت عنكم قليلا بسبب أنني كنت في رحلة جبلية، يعني رحلة تخييم في مكان جميل جدا. سوف أشارككم الفيديو في الحلقة المقبلة إن شاء الله. طبعا الحال كما وعدتكم خلال المسابقة بأن عملية تحويل أو دفع المال للأشخاص الفائزين سوف تكون بشكل مباشر، يعني سوف أصور ذلك حتى نضمن أن تكون هنالك شفافية ومصداقية كما وعدتكم. تتساءلون لماذا تأخرنا حتى الآن؟ لأنه لدينا 5 فائزين، وكنت أنتظر أن يعطيني كل واحد من هؤلاء الفائزين حسابه على البايبال حتى أتمكن من تحويل المال لكل الأشخاص دفعة واحدة في فيديو واحد وننتهي من الأمر. لكن للأسف هنالك شخص لم يرد حتى الآن، يعني بقيت أنتظره كل هذه المدة ولم يرد، بالتالي سوف أقوم بإرسال المال لأربعة أشخاص. أما الشخص الخامس سوف أنتظره إلى حين أن يرسل لي حسابه على البايبال. طبعا الحال قبل أن تشاهدوا هذا الفيديو، هناك خبر جيد وهو أنه قد تم إعادة صفحتي على الفيسبوك. طبعا الحال الأمر تم بعد مراسلة دعم فيسبوك، والحمد لله تم إعادة الصفحة. إذن ابقوا معي. كما ترون هذه هي نوافذ الدردشة للأشخاص الفائزين معنا. طبعا الحال سبق وقمت بمراسلتهم عبر هذه الرسالة التي تفيد أنهم قد ربحوا معنا مبلغ 25 دولار، لكنه للأسف كما ترون هذا الشخص المسمى سيمو لم يستجب بعد لهذه الرسالة ولم يعطيني حسابه للبايبال كي أقوم بتحويل المال لكل أشخاص دفعة واحدة. إذن كما ترون انتظرته كثيرا، طبعا الحال سوف أقوم بتحويل المال فقط لأربعة فائزين. بالنسبة للفائز الخامس سوف أقوم بتحويل المال إليه لاحقا بمجرد أن يستجيب للرسالة. إذن سوف نبدأ مع الأخ خالد. سوف أقوم بنسخ حسابه على البايبال هكذا، ثم سوف أتوجه إلى حسابي في البايبال، ثم سوف نضغط هنا. إذن سوف أقوم بنسخ حسابه ثم نضغط هنا، بعد ذلك سوف أقوم باختيار المبلغ 25 دولار. هنا سوف أزيل الشحن، عفوا. إذن بعد ذلك سوف نضغط على إذن كما ترون سوف نضغط هنا. إذن كما ترون تم إرسال مبلغ 25 دولار للأخ. إذن سوف نتوجه إلى شخص آخر. إذن الأخ عبد الإله. إذن قمنا بنسخ حسابه. ما نضغط هنا. بعد ذلك سوف نختار المبلغ. ثم نضغط على متابعة. إذن نضغط هنا. وكما ترون تم إرسال مبلغ 25 دولار إلى الأخ الآخر. سوف نختار فائز آخر. إذن هذا هو الإيميل. إذن سوف نقوم إذن مرة أخرى نختار المبلغ ثم نضغط على متابعة، وأخيرا نقوم بتأكيد الدفع. إذن نختار شخص آخر. إذن الأخ محمد ياسر هذا هو حسابه، سوف أضغط عليه. إذن هنا بطبيعة الحال سوف أختار مبلغ 25 دولار. بالنسبة للعملة سوف أقوم بتحويلها من الأورو إلى الدولار، ثم نضغط على النيكست. كما ترون هنالك مشكلة، ما لا أعرف ما هي المشكلة. إذن سوف نعيد المحاولة مرة أخرى، نضغط على حسابه لأنه لم يعطيني إيميل بل أعطاني رابط حسابه. إذن مرة أخرى سوف نختار مبلغ 25 دولار، نقوم بتغييرها من الأورو إلى الدولار.
ثم النكست. لا أعرف هناك مشكلة ما، إذن سوف أحاول الاستمرار. هناك مشكلة بأداء الحساب، أتمنى من الأخ محمد أن يرسل لي الإيميل وليس رابط الحساب حتى أتمكن من دفع أو تحويل المال إليه.